حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة ما بدري هو في ايه؟ في ايه؟ تعبانة شوية فيها حاجة دي؟ يا شيخ انا فكرتك رحت تجيب ورقة بوست هاتي الخاتم تفضلي يلا معلش جهزي بسرعة عشان هتروحي مشوار المهندسين وتيجي على طول لا روحي اعملي مشوارك انت بنفسك نعم؟ زي ما بقولك كده انا لسه مشارك بتاعك ولا انا شغاله عندك طب معلش المره دي بس يا نوال اصل المشيره جايه وانا بصراحه كده لازم استناها وست مستعجله على حاجه قوي هو انت ما سمعتيش يا دينا ولا ايه بقول لك مش رايحه في حته في ايه نوال مالك جربت انت في ايه النهارده انت اللي في ايه بقول لك تعبانه هو مفيش حد بيتعب يا اختي غيرك في ايه خش يا منى وحشك البيت ها انت كمان وحشته البيت وحش من غيرك قوي يا منى حبيبي خش خد لك دش عقبال ما انا اجهز لك الاكل ولا تحب تاكل الاول يا منى هنا يا عبد الله المره دي انا مش هتاخر ولا يهمك
كفايه كده بقى، انت خدتي على قعدتي في البيت، انا رايح المصنع. تاني المصنع؟ تاني مشيره؟ حرام عليك ابنك يا خليل، ابنك مش هيسامحك العمر كله. امال اللي انا بعمله ده كله عشان مين؟ عشان خاطر المدام. انت عمرك ما فكرت في ابنك، عمرك ما عملت حاجه عشان خاطر منعم. انا ما بعملش حاجه في حياتي الا عشان خاطر منعم. انا عملت اللي ما يخطر لكيش على بال ولا كان يخطر على بالي ابدا ان انا ممكن اعمله. عملت ايه خليل؟ عملت كتير كتير، ومستعد اعمل اكتر عشان خاطر منعم ابني. استريحتي؟ صباح الفل يا محمد بيه. ايه الاخبار؟ عملت زي ما حضرتك امرت وحققت مع الناس كلها تاني. طب كويس. في جديد؟ مفيش حد غير اقواله، بس حصل حاجه مش عارف اذا كانت تهمنا ولا لا. مفيش حاجه مش مهمه في قضيه الدم يا محمد. فارس قبل ما يسافر بيومين اتخانق مع مشير خناقه كبيره قوي. طب دي عارفينها؟ سعادتك عارف ان الخناقه كانت في المصنع، كانت ممكن تكبر عن كده كمان لولا ان خليل اتدخل. خليل، الراجل ده مش زي ما بيبان يا محمد. الغريبة اني عرفت الحوار ده بالصدفة، وكأن العمال متفقين ان هم يخبوا عليا اي حاجة ليها علاقة بمشيرة او فارس. اكل عيشهم ومصلحتهم ان هم ما بيتكلموش، بس مش هو ده الغريب في الموضوع. امال ايه الغريب؟ ان الجثة لغاية دلوقتي لسه ما ظهرتش، يعني لا مدفونة جنب موبايل فارس ولا مدفونة جنب الشاليه. المهم، ايه اخبار صاحبتنا؟ تمام، وصلت عند دينا من حوالي ربع ساعه مثلا. طب اظبط ساعتك بقى كمان ربع ساعه عشان هتبتدي العاصفه. فين الكوكايين؟ كوكايين ايه؟ انا ما اعرفش حاجه. انت هتستعبطي؟ انا برضه اللي هستعبط. انا اللي مش شايله صاحبتي مصيبه توديها ورا الشمس يا دينا. ما انا يا عبيطه لو كنت قلت لك كنت هتخافي وتتكلمي. ما كنتش هوافق. ليه؟ على اخر الزمان هبيع مخدرات؟ يا اختي انا لا بشمها ولا باخد منها فلوس. قولي كده بقى. طب ما تكلميش عن صحوبيتنا وقولي انك عايزه فلوس وقتي من الاخر. والله لا صاحبك ولا تصاحبيني، وبناقص منها اصلا المعرفه دي. في ايه يا نوال؟ انت فاكره انك هتمشي وانت واخده مخدرات بقى؟ لا فرق. اوعي يا دينا، لو انت مجنونه انا عجلني منك يا دينا. بيت طلع كوكايين هقتلك انا. عايزه الكوكايين بتاعك يا دينا؟ روحي خديها من الظابط. ظابط؟ الظابط يا دينا. الظابط ده؟ الظابط اللي جه حقق معاكي في قضيه فارس. مش خدت امبارح يا دينا وكان عايز يعمل لي قضيه مخدرات؟ عايزه تودي صاحبتك ورا الشمس يا دينا. قلت له ايه؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ قلت له ايه؟ ما قلتش حاجه. امال سابك ليه؟ ليه للوطن؟ هو ده اللي فارق معاكي، مش فارق معاكي صاحبتي. صاحبتي فرقتيني بصاحبتي وسبتتي. دلوقتي فارقاكي بصاحبتك؟ خلاص كل اللي انا عملته عشان الدم ولا حاجه؟ نعم يا اختي. انت نسيتي ولا ايه؟ انت فاكره نفسك كنت بتعملي حاجه لله؟ كله بتمنه يا نوال. كله بتمنه؟ يعني انت اصلا شايفاني كل ده بشتغل عندك؟ مش صحاب. لا مش صحاب، كفايه بقى البقين الحمضانين دول. حمضانين كده؟ ايوه حمضانين يا نوال، ايوه حمضانين. وصحوبيتنا خلاص صلاحيتها انتهت من يوم ما بقيت بشوف عينيكي اني مومس. فاكراني ما بشوفش نظرتك ليا في الرايحه والجايه؟ بخون جوزي وبضرب اي حاجه بتيجي في ايدي، بس عارفه ده كله ليه؟ عشان حظي الاسود يا نوال اللي وقعني في راجل وسخ ما بيدورش غير على مزاجه وبس. راجل علمني الشم يوم ما قال لي اضربي معايا وجربي، علمني الخيانه يوم ما خاني وجرحني، وبقى يبص لكل ست اقل مني. وانتي صاحبتي بقى عملتي ايه يا حلوه؟ وقفتي تتفرجي عليا وتقبضي وتلمي، وكل يوم بتحصل لي مصيبه اكبر من اللي قبلها، وانت كل اللي يهمك تملي جيبك فلوس وتملي شنطتك هدوم تبقي تشتغلي عندي يا نوال. ايوه بتشتغلي عندي، وما دام بقى بتشتغلي عندي تبقي تحطي الجزمه ببقك. حطي الجزمه ببقك يا نوال، فاهمه؟ لا مش فاهمه. وعلى فكره بقى دور الضحيه ده مش لايقه عليكي، وبعدين مفيش حد بيعمل حاجه غصب عنه.
ها؟ ولو كان جاسم اختارني من الاول اكيد ما كنتش هعمل اللي انت بتعمليه. استني هنا، الشنطه دي فيها هدوم فلوسي، فاهمه؟ يبقى ما تاخديهاش، تطلعي من غير هدوم. والموبايل، الموبايل ده انا اللي جايبهولك، ده بفلوسي، يبقى ما تاخديهوش. والفلوس يا نوال، بقى معاكي فلوس اللي انا جبتها بقت في جيبك انت، وتعلمتي تلبسي مجوهرات زيك زيي، مع انك بتشتغلي عندي تبقي تطلعي فاضيه زي ما بخلتي البيت ده فاضي. بره، مش عايزين عليك هدومي، بره. أنا اتأكدت بنفسي يا مدير، لو كانت حبت تدخل كان لازم تخسر القفل ده. أمال كانت سهرانة ده كله ليه؟ أنا كلمت هشام واللي فهمته إنها ما كانتش فاهمة حاجة في الشغل وهو كان بيحاول يفهمها. كل حاجة في مكانها هي يا مدير. طيب اتأكد إن الكاميرات شغالة ولا لأ؟ شوف كده يا جبر. يا جماعة أنا فاصل السلك بإيدي، وبعدين زيزي لو كانت عرفت حاجة ما كانتش هتسكت كل ده. الجو تخلص في قد ايه؟ هما 3 ايام بيقتلوا كلها بقى تمام. لا هما يومين بس. ازاي بس يا مدير؟ ده ربنا يعرفه بالعقل. والعقل بيقول ان احنا لازم نخلص في اسرع وقت، والا اقول علينا وعلى البضاعه وعلى المصنع يا رحمن يا رحيم. مش عايزة حاجة؟ لا ميرسي يا وفاء، شكرا. أصلك حابسة نفسك في الأوضة من ساعة ما صحيتي. عندي شوية شغل متأخرين بس. طيب مش هعطلك بقى. أنت فاكرة حاجة ولا إيه يا وفاء؟ قلقانة أوي على البنات، وخصوصا الكبيرة. مش عارفة بينها ماشية مع واحد ولا بتحب واحد. والله ما انا عارفه. بنتك ما بقتش صغيره، ده طبيعي في سنها، ما تخافيش عليها. ربنا يستر. اسيبك لشغلك بقى. بس انت اللي وضعك مو مفهوم، ما دام متفاهمين ليش فين يا بنت؟ أصعب النوم ما لاقيش لقمة أطلعها؟ فين الحلقة بتاعي؟ حلقة إيه؟ فردة الحلقة اللي قلت لي هتوديها لعفيفي عشان يلحمها. حلقة. لسه عفيفي ما خلصهاش. وإيه يقولك إني لسه جاية من عند عفيفي؟ وقال لي أبوكي ما عتبش المحل من زمن. ضاع. الحلق ضاع. وقع مني. ضاع برضك؟ ضاع. وكنت مستني عشان اجيب لك واحد بداله. لا والله، منين يا حسرة؟ وانت لاقي تأكل روحك الاول؟ كلمي مع ابوك عادل يا بنت الكلب. ما تقولش ابوكي بس. في يا بنت؟ انت امك مسلطاك عليا عشان تقلي مزاجي على الصبح. مزاجك؟ وانت طبعا تبيع حلقة بنتك عشان خاطر مزاجك. ما بيع بنتي ذات نفسها اذا لازم الامر، انا حر. لا والله. ايوه كده. ست لمضة. كلميت امك يا اخي. مش هو ده الحشيش اللي انت بتبيعنا عشانه؟ يا بنت يا بنت يا بنت الكلام! انت فاكر ان انا هخاف منك ولا هعمل لك حساب؟ مد ايدك عليا، بتعلمني الادب. تربيتك بتعلم ابوك الادب يا بنت الكلب. بتعلم ابوك الادب يا بنت الكلب. انت هتعمل نفسك راجل.
ايه ده؟ وحياة امك بلا سايبه. خد اعمل نفسك وانا عليا السكينه. امشي بسرعه لحسن يموتك. في حاجة يا عبد الله؟ لا ما فيش حاجة، بس يعني حضرتك لما قلت لي هنروح البنك وكده ما تخيلش انك هتسحبي مبلغ يعني كبير، وحضرتك هتوديه المصنع ولا حاجة؟ اه هوديه المصنع، اصل محتاجاه في شغل. ممكن بس الأول توديه المعادي؟ حاضر. يا باشا ربع ساعة عدت من بدري، أنا بدأت أقلق. الطريق تمام يا باشا، في واحدة ست عاوزة تقابل سعادتك. طب قول لمحمد بيه كده اسمها إيه؟ اسمها نوال يا باشا. دخلها. تمام يا باشا. يا نوال خير؟ في إيه؟ إيه اللي حصل؟ وقفت ليه؟ هو حضرتك مش ده طريق بيت دينا؟ ايوه هو. حلو، الشنطه لما حضرتك دي فيها فلوس هتروح تديها لدينا مش كده؟ حضرتك احنا اتفقنا ان احنا هنروح البنك وبعد كده هنطلع على المصنع. لا قلت لك عندي ميعاد في المعادي. بس ما قلتليش دينا. نسيت. نسيتي؟ انت هتحاسبني ولا ايه؟ على فكره انا حره اروح مطرح ما انا عايزه. هتكمل على بيت دينا ولا لا؟ لا انا مش الشوفير. امال انت ايه؟ حضرتك صح، انا حيا الله سوي، بس انا بقول لحضرتك ان هي وقفت على هنا بقى مش رايح في اي حته. براحتك يا عبد الله، انا هاخد تاكسي. ده مشيره مش هينفع اللي بتعمليه ده. انت مش قلت اللي عندك؟ سيبني في حالي بقى. ما انا مش هينفع تركبي تاكسي ومعاكي الفلوس دي كلها. وانت مالك يا اخي؟ الهي يا رب ياخدني قطعني حتت عشان استريح. ما انا مش هينفع اسيب حضرتك بصراحه. بعد اذنك يا مشيره، بعد اذنك اركبي ونتكلم مع بعض. هتوصلني عند دينا؟ اركبي يا مدام مشيره، اتفضلي. اتفضلي. ايوه ايوه يا دينا. ايوه مدام مشير، افتحي لي. حاضر هفتح لك الباب، اتفضلي. انت لوحدك؟ مفيش حد، اتفضلي. جبتي الفلوس؟ مش قبل ما تجاوب على سؤالي. شكلنا بقى كده من اولها هنبداها فوازير. ابني فين؟ نعم؟ ابني فين؟ عايزه ادفنه عشان يستريح. اكيد اختلفتوا معاه، حب يبلغ عنكم فخلصتوا منه. جثته فين؟ جثته فين؟ Thank you.
باشا، جات لنا إخبارية من اسم المعادن تم العثور على جثة. كان عندك حق يا باشا. انت ما بترديش عليا ليه؟ ابني فين؟ قلت اسيبك تهزي مع نفسك شوية. انت شازة زي أمي، انت شازة زي أمي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ انت بتضربيني؟ وحديكي من الجزمة اللي ما قلتليش فانا سيبني فين؟ انت اكيد اتجننتي رسمي. اتفضلي الراجل ده اهو، شوفي شغلك انت بقى معاه. القرف. ايوه حسن، انا جاهز. طب يلا ادخل. ايه ده؟ مين دول؟ في ايه حسن؟ خدت شكل المكان. انت فينا؟ ايوه اهلا، بس في ايه؟ فهمني. اخلص يا ابني. لو سمحت انا من حقي افهم. طب انت معاك اذن بالتفتيش؟ اهدي على نفسك شويه. ما تخلص يا ابني. ما قلناش يا باشا حاجه بخصوص القتيل. قتيل؟ لا ادي يا باشا. قضيت قتل وبتجر في المخدرات كمان؟ لا انا ما قتلتش حد، والله ما قتلت حد. فارس لا. وانت هنا بقى بتبيعي ولا بتشتري؟ فتش يا ابني شنطة دي. اخلص. فلوس هاتهم لي، خدهم يلا هاتها. اخلص. اتفضلي حطي دول يا ابني هنا. يلا يلا يا ماما. خلاص يا ماما اطلع. انا لازم امشي دلوقتي حالا. البنات كلموني وقالوا لي ان رد واختهم مشيت ومش عارفين لها طريق. طب ما ممكن تبقى بتجيب حاجه وراجعه. لا لا لا، ده اتخانقت مع ابوها. انا لازم امشي. طب استني استني، هكلم لك حسين سواق يوصلك. لا ما اقدرش استنى. سلام. استر يا رب. رد عليا. دونا صغيرة قوي دينا. ها انا ما عملتش حاجة، والله العظيم ما عملت حاجة. يا دينا يا دينا، ده احنا ظابطين عندك كوكايين يجيب لك حكم على الاقل مؤبد. كنت بتعاطى بس. بتتعاطي؟ بأمارة ما كنت بتبيعيه لزمايلك مش كده؟ طب ونص مليون جنيه اللي احنا لقيناهم عندك في البيت، انت فاهمة ده ايه؟ دي قضية إتجار متكاملة، يعني المؤبد مضمون، ده ما كانش إعدام. طيب إحنا إيدينا دلوقتي لو عايزين نساعدك ونخففها لك يعني ونخليها تعاطي، هنعمل إيه في حكاية القتل؟ قتل؟ قتل إيه؟ أنا ما قتلتش حد. أنا يمكن أكون اتزنقت في فلوس فبعت شوي، لكن ما قتلتش حد والله. أمال الجثة اللي هي بلغت عنها أنا والدي كانت إيه؟ وحسن اللي شافك وكان بيهددك شاف إيه؟ ما حد شاف حاجة، دول كذابين. طب حضرتك اسأل أمجد. هسأله بس مفيش مانع نسمع منك الأول. اتفضل يا عودي. أمجد
قبل ما فارس يموت بكم يوم كلهم كانوا سهرانين عندي في البيت كالعادة، بس يومها هي كان متضايق شوية. في ايه يا ابني بالراحة؟ ايه الغباوة اللي انت فيها دي؟ هو في ايه؟ واخوك نزل اجازة العيد ولا ايه؟ اه نزل، وعايش لي بقى في دور ابويا وسين وجيم ورايح فين وجاي منين؟ هو والزفتة مراته. هو لو كان ابويا كان نزلني على مصر عيش بطولي ولا لسه حته عيل في ثانوي. ما شاء الله حلو الخروف الصغنن ده، مين اللي جابهولك؟ الخروف الكبير. رخيصه انت برضه. بس فعلا انت رخم. على فكره ينفع هديه. هديه؟ هديه في عينك انت و... تصدق اه؟ تصدق لا؟ اوعى ادينا ايدك. اوعى يا فارس ما تستعبطش عشان خاطري. خلاص لا يا فارس بقى، هو ايه ده اللي تاخده؟ ما استهبلش بقى جاسم، هيجي يبهدلني. صدقيني ان انت ما عندكيش ريحه الدم، يعني عماله تشربي في الصف ما دفعتيش ثمنه اصلا وبتكلمي. هاتوا بقى يا فارس وعد لما جاسم يجي هديك اللي انت عايزه. لا انا عايز الخروف ده. وبعدين بقى ايه هتديه لجبر؟ لا لا ما تخافيش مش هيديه لجبر، هو جبر صوم. انت السبب في كل اللي بيحصل. خلي بالك بلاش بقى عشان خاطري يا فارس بقى، روحتي بقى خلاص بقى بتاعتي. بقول هو ايه اللي بتاعتك؟ هو انت تعرف واحده تانية ولا بتهرب ولا ايه؟ عشان قلت لك ما تقفلش. ايوه ده غير عليك. ايه مش حبيبي يا فارس؟ يا جدعان الحقوني. يا نهار اسود في ايه؟ يا اياد عامل ايه؟ اياد يا اياد فوق يا فارس. ولا ما تمثلش يا فوق يا فارس. يلا بينا نطلع المستشفى. مستشفى ايه انت مجنونه؟ عايزه تودينا كلنا في داهيه. طب لو هدي المستشفى ونحطها على جنب ونمشي. اي موت. ولا رد عليا. اه يلا نخرج من هنا. اياد بعدها كلنا متوترين وخايفين قوي مش عارفين نعمل ايه. مش في حل قدامنا غير ان احنا نتخلص من الجثة. كانش في قدامنا غير المية. نرمي فيها الجثة عشان ما تطلع لها شريحة ومحدش يحس باللي حصل. حصل له كده اياد كان هيعمل نفس اللي احنا عملناه. اه يعني ده على اساس ان الكلام اللي حكيتيه ده كله حقيقي؟ يعني مثلا مش ممكن يكون فارس كان عايز يوديه المستشفى وانتوا منعتوه؟ هتفرق كتير. ممكن كان عايز يبلغ وانتوا برضو منعتوه، وممكن لما حسن هددكوا فارس خاف فقرر يبلغ، او ممكن يكون مرضيش يدفع بالرغم من ان هو الوحيد اللي ممكن يدفع المبلغ ده بحكم الفلوس اللي مع امه، فبعكوا انتي وامجد فرحتوا له السخنه واتخانقتوا معاه وقتلتوه. لا 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 احنا ما نقتلش فارس ابدا. ليه ليه؟ والله العظيم ما قتلنا حد. يعني لو قارنت البصمات بتاعتك بالبصمات اللي احنا لقيناها هناك مش هيطبقوا؟ رحتي له السخنة ليلة الحادثة ولا لا؟ Thank you.
كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب يضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حب يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهايات متعادة مفيش حضن يسعنا يا عوض حضنة أقرب